هل هناك اليوم من العوامل ما يدفع إلى التفاؤل بشأن أن الأمور تسير إلى نهاية سعيدة، لربما أن هناك بعض الضوء وبعض النور يبدو في نهاية هذا النفق الذي أدخلتنا فيه الجائحة؟ مساء الخير أستاذ. مرحبا بك محمد، وتحية لصديقي وزميلي الأستاذ شكيب عبد الفتاح. هو في الحقيقة الجملة اللي قالها المدير العام ديال منظمة الصحة العالمية كان فيها كثير من التفاؤل، ورجع أسبوع بعد ذلك ليخفف من هذاك التفاؤل، الإيجابية المتزايدة أو التفاؤل المتزايد، وحتى يبقى شيء من الحذر. أظن أنه بالفعل هناك العديد من المعطيات اللي كتجعلنا أننا نكون إيجابيين ومتفائلين، لكن في نفس الوقت لا نريد وما بغيناش نعطيه لهذا الفيروس الفرصة أنه يفاجئنا مرة أخرى. وأظن هنا فين خصنا نبقاو عندنا ذاك الحذر. ما قاله المدير في المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كان بالي بأنه وزن بطريقة جيدة الكلام ديالو في في التصريح ديالو الثاني، حينما قال أننا كنا في واحد نفق مظلم طيلة سنتين ونصف من الجائحة، والآن بدأنا نرى الضوء ونهاية هذا النفق. وأظن أن هذا صحيح، بدينا كنشوفوا الضوء ديال نهاية النفق. هذا الشيء كذلك متناسق مع السيناريو اللي تحدثنا عليه مرات عديدة، اللي هو أنه أوميكرون هو فيروس اللي ينتشر بسرعة كبيرة، لكن هو أقل مقارنة من المتحورات الأخرى، أقل شراسة. وكذلك أوميكرون باش نزيد على ما قلتم قبل قليل وما قال أستاذ عبد الفتاح قبل قليل، وأنه بالفعل هناك اللقاح يلعب دور كبير في الاقتراب من نهاية الجائحة، لكن كذلك اللقاح طبيعي اللي هو ملاقاة أو مواجهة الفيروس بطريقة طبيعية اللي حتى هو كيعطي مناعة. والدليل هو أنه هناك عديد من الدول لا سيما الإفريقية اللي عندها واحد الفئة قليلة من الأشخاص اللي تلقحت، ومع ذلك ما بقاتش عندهم ولا حالة واحدة. وبالتالي باش نلخص هذا الكلام ديالي، هو بالفعل هناك عديد من النقاط اللي هي إيجابية اليوم، واللي كتقول بأننا اللي متناسقة، واللي كتقول بأننا عندنا الحق أننا نكون متفائلين، لكن بطبيعة الحال في نفس الوقت خصنا نبقاو حذرين، لأننا ما بغيناش كما قلت في السابق أن الفيروس يفاجئنا مرة أخرى.